اهلا بكم. الحوار اليوم مثير وحلقه في منتهى الاهميه ومنتهى القيمه، بس خلينا نبدا معاكم بحاجه مهمه جدا ومنتشره جدا جدا جدا. كلنا بلا استثناء بنمسك الموبايل ونعمل الاتي. انا هوريكم احنا بنعمل ايه في الموبايل. ادي الموبايل كله قاعد، كتير من الناس قاعدين عاملين كده اهو. تعالوا اوريكم قصه لحد مهم جدا. طبعا كده بقى عمال تبص في الفيسبوك كده، عمال حضرتك مثلا حد بعت لك فعمال عامل كده اهوت تاني رقبتك. واحد مهم قوي، يعني حد شاب كده مهم قوي اسمه ماثيو دوت، قاعد طول اليوم بيشتغل على السوشيال ميديا فيسبوك، واحد من المدونين، واحد من الناس اللي بيسموه تكستينج، جريت تكستينج، او يعني تكستينج بشكل كبير. زي ما انتم شايفين ماثيو طول اليوم قاعد عامل كده. ايه اللي حصل في ماثيو؟ ماثيو حصل له عيوب رهيبه، او بمعنى اصح ديفكت رهيب في الرقبه. عملوا له اشعه مقطعيه، لقوا الرقبه بتاعته فيها اكستريم دامج، او بمعنى اصح خشونه كبيره، يعني تاثر كبير جدا جدا في العمود الفقري بسبب التني المستمر للرقبه. وده عمل له بقى تنميل، طبعا عمل له الم، كان في انجوينج، بيقولوا ان هو كان قريب جدا انه ممكن يعمل له مشاكل في الاعصاب والام لا تحتمل. هي كانت الام شديده بس كان هيوصله لالام جامده جدا. بداوا طبعا دلوقتي قالوا له انت عشان تعمل تكستنج لازم ترفع الموبايل يا ماثيو لمستوى عينك. وطبعا علاج طبيعي زي ما انتم شايفين. طبعا قالوا له انك لو كنت استمريت كنا غالبا ممكن جدا. شايفين النك، الرقبه بتاعت ماثيو كان شكلها غريب جدا، وشباب كتير جدا دلوقتي وبنات اعتقد ان هم اونجوينج ان هم يمشوا في طريق ماثيو. بس ده فاق وفي الوقت المناسب لحق نفسه. احنا عندنا شباب كتير لسه ما فاقوش، واعتقد انهم هيدفعوا الثمن هيكون غالي. عشان كده كل تكستنج او كل ناس بتعمل تكست اعتقد انه لازم تعمل استشاره عند استاذ مخ واعصاب عشان يطمنها على الفقرات العنقيه، وخصوصا ان الفقرات العنقيه لا ترحم. ضيف العزيز قمه علميه كبيره واسم كبير في عالم المخ والاعصاب، وبنفتخر بوجوده معنا، واحد من كبار جراح المخ والاعصاب مش مصري بس في الوطن العربي، واسم ايضا عالمي موجود عملياته في مصر، في اوروبا، في اليونان، في اماكن كثيره في العالم، هو استاذنا الاستاذ دكتور يسري انور الحميلي. كل مريض عنده تشنجات لابد انه يعمل اشعه برنين مغناطيسي. انا في مكان غير مسموح ان انا وانا بشيل حاجه ادمر حاجه ثانيه. بالظبط. جراحه الملاحيه اولا يعني يبقى في حاجه بتصور لك المكان اللي انت بتشتغل فيه ده وتركبه على اشعه المريض. في وحمات دمويه بتعمل تشنجات قبل ما تعمل نزيف بكتير. هل يفرق نزيف حاد من نزيف لسه مينيمال؟ معظم النزيف بيجي حاد. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور يسري الحميلي بنورنا في الدكتور. أهلا بك دكتور. بنورنا يا فندم. أنا عايز أبدأ الأول بانتشار الإصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير، ودي مشكلة من مشاكل برضو الأولاد الصغيرين. إيه رأيك في اللي إحنا قلناه، وليه انتشرت المشاكل العمود الفقري في السن الصغير في الوقت الأخير في الآونة الأخيرة؟ الحقيقة طبعا الموضوع ده في غاية الأهمية. يمكن كان في الأول ما بنعملش عمليات انزلاق غضروفي إلا بعد 35-40 سنة. النهاردة بنعمل عمليات لكتير في سن 16-17-18-20-25 سنة. المشكلة اللي انت قلتها دي من احد اهم مشاكل العمود الفقري اللي بنشوفها في الآونة الأخيرة. الولاد اللي بيقعدوا يذاكروا على السرير ما بيقعدوش يذاكروا على مكتب وكرسي زي ما كنا بنذاكر زمان. الولاد اللي بيستخدموا اللابتوب والتابلت والموبايل في كل الحاجات العلمية بقى خلاص ما بقاش فيه نوت بوك، ما بقاش فيه كتابة، ما بقاش فيه حاجة بنذاكر بيها، ما بقينا قاعدين كل مذاكرتنا على كرسي أنتريه أو على السرير. وللأسف بيصحب هذا تشوه واعوجاج في العمود الفقري، لأن ده السن اللي بيتكون فيه كل حاجة. سن مرحلة المراهقة اللي فيها الولاد بدأوا يمسكوا الموبايلات ويندمجوا ويشتغلوا ويكتبوا ويعملوا مشاريعهم ومذاكراتهم وكل حاجة على السرير
في الكرسي بتاع الأندريه في الصالون، كل الكلام ده مش صح. بدأنا نشوف إعوجاج، بدأنا نشوف تشوه، بدأنا نشوف انزلاقات غضروفية بشكل كبير جدا جدا. لكن عايز أقول هو كل الممارسات الخاطئة اللي بنستعمل فيها ظهرنا بشكل خاطئ، اللي احنا ما بنعرفش ازاي نقعد على المكتب، ما بنعرفش ازاي نذاكر، ما هو الغضروف بيحصل ازاي؟ دي صورة بتوضح لنا الغضروف شكله ايه ومكانه ما بين الفقرات. هو عامل زي المساعدين، المساعدين ده لو انت استخدمت العمود الفقري بطريقة خاطئة هتضغط على حتة فيه اكتر من اللازم، وحتة تانية مش هيبقى فيها ضغط، الحتة اللي انت ضغطت فيها كتير جدا دي هتضعف، لما هتضعف الغضروف او المادة الماسكة المحتوية للغضروف هتتآكل، لما هتتآكل هيبدأ الغضروف يخرج من بره المحتوى بتاعه، هيبدأ يضغط على أعصاب، الأعصاب دي هتعمل لنا المضاعفات اللي احنا بنشوفها. ناهيك عن كمان مش بس كده، عن ان يحصل تشوه في العمود الفقري مع مرور وتكرار القعدة الغلط او الممارسات الخطأ. ده المساعدين اهو خرج، بص بظ من مكانه، ما هو هيقعد يضعف على مدى شهور واسابيع، ومع كحة، مع حزقة، مع شيلة حاجة، مع شيلة شنطة، مع لفتة، ينزلق. المريض يقول ده انا كنت زي الفل، انت ما كنت زي الفل، انت كنت عمال بتعمل ممارسات خطأ على مدى شهور وسنين ادت الى ان المكان ده بقى ضعيف، مع كحة حتى خرج الغضروف، مش الكحة اللي خرجته. يعني هم بيقولوا القشرة التي قصمت ظهر البعير، هي مش القشرة، هي القشرة دي أظهرت سلبيات كتير جدا عمالة بتتراكم. دايما السؤال الناس بتسأله لي، حتى بيسألوه للغير متخصصين، الألم اللي عندي ده ألم بتاع غضروف ولا ألم حاجة تانية؟ عشان ده حد طريقة العلاج، الحيرة هنا. هو طبعا في علامات مميزة لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطر، هي أشهرها إيه؟ لما بيجي لي ألم في الرقبة أو الظهر وبيسمع في إيدي أو بيسمع في رجلي، لو الألم ده مصحوب بتنميل، لو الألم ده بقى بيجي مع الكحة أو العطسة، هنا أنا بتكلم عن انزلاق غضروفي. لو الألم ده بيجي لما أرفع رجلي على الحوض عشان أغسل رجلي، لو الألم ده بيجي لما أرفع إيدي، لو الألم ده بيجي أكتر مع المشية يسمع الألم بطول الرجل واضطر ان انا اقف شوية، مشهورة قوي، يبقى انا بتكلم في انزلاق غضروفي او خشونة الفقرات. الألم اللي بيبقى معاه ضمور في عضلة او ايدي بدأت ترفع او رجلي بدأت ترفع، الألم اللي بيبقى معاه سقوط في القدم، ست البيت اللي ماشية والشبشب بيفلت من رجلها، او الألم اللي معاه عدم تحكم في البول او قصور في الحالة الجنسية، هنا بقى احنا بنتكلم عن الغضاريف بصراحة. التكنولوجيا قفزت في مجال المخ والأعصاب قفزة هائلة، وخلت العمليات اللي كانت صعبة ومشاكلها كبيرة عمليات رائعة ومشاكلها منعدمة تقريبا أو قليلة جدا جدا، ما فيش مشاكل منعدمة، لكن يعني تكاد تكون أقل من مشاكل حتى العمليات التقليدية زي الزايدة وفتح الجروح. لكن التكنولوجيا قفزت، ومن أهم التكنولوجيا المناظير، وتعالوا نسمع هاني عفيفي بيسأل إزاي في المناظير. الحياة اتغيرت والإنسان اتغير معاها، حياة الإنسان ما بقتش معتمدة على الحركة والمشي وحمل الأثقال والعمل اليدوي، لا دي بقت معتمدة على القعدة على الكمبيوتر والمكتب واستخدام وسائل المواصلات المريحة. العمود الفقري ما بقاش يستحمل أي ضغط، وكل الناس بقت بتشتكي من آلام الظهر ومشاكل صحية في العمود الفقري. ولأن الطب بيواكب العصر وكل يوم فيه جديد في الطب، بدأنا نسمع عن استخدام المنظار في جراحات العمود الفقري، وخصوصاً الانزلاق الغضروفي أو تثبيت العمود الفقري بدون جرح أو نزيف أو الحاجة لنقل دم أو انتظار التحام الجروح أو مسكنات قوية مخدرة للألم. يا ترى إيه استخدامات المنظار في العمود الفقري؟ وإيه هي مميزاته؟ وهل فعلاً الليزر بيستخدم في جراحات العمود الفقري؟ سؤال مهم عن المناظير والليزر الاثنين مع بعض، الحدود بتاعت المناظير. المناظير طفرة، لكن هل كل الحالات تعمل بالمنظار؟ لا طبعاً، وعايز أقول حاجة مهمة جداً جداً، المناظير دي والميكروسكوب والكمبيوتر
والجراحة الملاحية هي تولز أو أدوات مساعدة في يدين الجراح. لكن أنت لما النهاردة هتقول أن عبد الوهاب بيألف مقطوعة موسيقية، عبد الوهاب معاه عود، في 100 واحد بيعمل مقطوعة موسيقية، هو فين الفنان؟ فين الحس؟ فين الإحساس؟ فين الدراسة الأكاديمية الرهيبة اللي احنا تعلمناها على مدى سنين؟ الاعتراك في مجال الجراحة بشكل عام هو اللي خلانا ان احنا نتطور. ودايما بقول ان جراح المخ والأعصاب ده جراح شيك جدا، اذا ما كانش معاه حاجات زيه كده شيك بيستخدم الجراحة، فتحة صغيرة، حاجات بسيطة جدا، المريض يعني زي ما انت شايف كده ده المنظار، دخل من فتحة صغيرة جدا جدا موجودة طبيعيا في العمود الفقري، محتاجش بقى شيل عظم، محتاجش ان هو يضر المريض ده بان هو يضعف جزء من العمود الفقري، وبالتالي هدخل اشيل الغضروف زي ما انتم شايفين كده بمنتهى البساطة، والعيان ده هيخرج من اوضه العمليات اول ما يفوق من البنج، ده احنا ممكن نعمل ده بنج موضعي، هيبدا يتحرك ويمشي ويعمل كل حاجه، وبالتالي انا قدرت احقق المعجزه او المعادله الصعبه جدا، ان الغضروف الكبير جدا اللي ضاغط لي ده وضاغط على الحبل الشوكي زي ما احنا شايفين، ده غضروف ضاغط على الحبل الشوكي اللي ورا، ده الحبل الشوكي والغضروف ضاغط عليه، واحنا هندخل بنحدد مكانه ومعالمه بماده بنحقنها فيه عشان يبان لنا شكله على جهاز الاشعه، وهنبدأ نشيل ده بمنتهى البساطة دون الاقتراب من الحبل الشوكي، دون الاقتراب من العمود الفقري، دخلنا من مداخل طبيعية، فتحنا الباب بالمفتاح ما بنكسرش الباب، وبالتالي جراحات المناظير، جراحات الميكروسكوب الجراحي، استخدام الجراحة الملاحية بتدينا الطريقة اللي نعمل بها العملية والمريض بتاعنا يطلع يتحرك فورا ويعمل كل حاجة. ما بقاش مسموح بقى عندي ان انا المريض عندي ما بينامش في السرير اكتر من الست ساعات اللي هيفوق فيهم من البنج، غير كده بيتحرك عادي خالص، المريض بيسوق عربيته بعد اسبوع من العملية بيقدر يعمل كل حاجته بشكل طبيعي جدا، يوطي، ببقى عامل تثبيت الفقرات والمريض يقدر يوطي ويصلي ويسجد، وكثير من مرضانا بيسمعوا الكلام ده وعارفين ان ده بقى حقيقة، لان العلم والتكنولوجي الحقيقة ادانا الكثير والكثير. الناس عندها دايما ارتباك في حاجتين، اولا ما بيفهموش قوي معنى الجراحة الملاحية، ثانيا بيرتبكوا ما بين الجراحة المناظير والجراحة الميكروسكوبية، يعني نيجي نقول لهم انت تعمل جراحة بالمنظار، ايوه مش ميكروسكوب يعني، اقول له لا الجراحة الميكروسكوبية غير المناظير، فدول سؤالين، عايزين نفهم الناس يعني ايه جراحة ملاحية وايه الفرق بين الاثنين دول. جراحة الملاحية انا دايما بدي مثال بسيط جدا، بقول لو انت بتركب تاكسي في احد الدول المتقدمه اوروبا مثلا او امريكا، وانت بتركب التاكسي ده بتلاقي مع السواق حاجه اسمها نافيجيتور، النافيجيتور ده بيقول لك الخريطه، الجي بي اس، الخريطه بتاعه البلد والاماكن المزدحمه فين، وهيوصل للمكان اللي انت طالب تروحه في قد ايه، والمكان ده ممكن يوصل له بثلاث او اربع طرق بيعرض عليك فيهم المكان ده اللي انت هتروحه شكله ايه. هي دي الجراحه الملاحيه، انا مش داخل اعمل عمليه بس وخلاص، لا ده انا داخل اعمل عمليه وبقدر قبل ما ادخل ابقى راسم سيناريو للعمليه بتاعه المريض ده، كاني بفصل له بلوزه او فستان على قده بالظبط، مش مجرد ان انا بدخل اعمل عمليه وزي ما الظروف ترميني زي ما الاقي قدامي زي ما افتح والاقي مفاجات، لا خالص. جراحه الملاحيه باخد المعلومات اللي عند المريض في الاشعه، التركيب التشريحي بتاعه، المشكله اللي عنده، وبقدر افصل له عمليه تتناسب تماما معاه، معروف وقتها قد ايه، معروف هستخدم فيها بنج قد ايه، معروف ان انا هحافظ فيها على الانسجه الطبيعيه اللي ربنا خلقها، وهدخل من فتحه صغيره جدا جدا لن اتلف اي شيء في العمود الفقري، وبالتالي المريض ده اول ما يفوق من البنج هقول له اقف واقعد اتحرك اطلع سلم انزل، يندهش المريض كثير جدا، اقدر اسوق عربيه بعد اسبوع؟ هتقدر ليه؟ لان احنا شلنا المشكله من غير ما ناثر على التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. هو ده الفرق ما بين انك تاكل فاكهه او خضار اورجانيك وتاكل فاكهه او خضار مليان بالاسمده والمبيدات الحشريه. طيب الفرق بين الجراحه الميكروسكوبيه وجراحه المناظير؟ الاثنين تولز، يعني انا عايز اقول ان انا ساعات كتير بستخدم الميكروسكوب مع المنظار او استخدم المنظار مع الميكروسكوب، في حاجات ينفع ان انا اعمل فيها الاثنين، في حاجات ينفع ان انا اعمل فيها ميكروسكوب بس، لكن في حاجات يعني هنا على في واحده بعمل العمليه بالميكروسكوب، واحده بعمل العمليه بالمنظار.
ده هستخدمه لمين وده هستخدمه لمين، بتتوقف على مشكلة المريض قد ايه، وانا عايز اصلح المشكلة دي ازاي، عايز اعمل ايه. هو زي ما بقول ان انا معايا ادوات بستخدمها، وكل ما كان الجراح مقتدر وشاطر وقادر. على فكرة الجراح اللي بيعمل عمليات بالمنظار والميكروسكوب هو اكثر الجراحين شطارة في الجراحات العادية، لأنه قبل ما يعمل الجراحات المتطورة هو خلاص ماستر أو وصل إلى معدل الاحتراف في الجراحة العادية، وما بقيتش ترضى طموحه أو غروره، فدور على حاجة تانية أحدث وأرقى وقدر من خلالها أنه يعمل الجراحات المتطورة. كلمة تزحزح فقاري لما كان مريض يشتكي منها وتوصل حتى لينا احنا كأطباء ننزعج، يعني نحس أن المسألة كبيرة وانه عمليه بقى ضخمه والى اخره، قيمه او بمعنى اصح حقيقه هذا الاعتقاد ايه دلوقتي؟ لا ما عادش الكلام ده طبعا. في كثير جدا من جراحات التزحزح بتتعمل بطرق محدوده التدخل. يعني محدوده التدخل يعني انا بعمل العمليه، المريض ده بعد 6 ساعات من العمليه بيقوم يطلع وينزل ويطلع السلم ويقف ويخش التواليت ويقعد على قعده الحمام، ما بيحتاجش يلبس حزام. انا حليت مشكله الفقرات. الجراحات المتطوره دي مش بس حلت المشكله، لا ده ادت المريض كمان الامان في انه بعد ما بيعمل العمليه دي بيعمل كل حاجه، ما بقاش بقى ظهره متيبس ومتخشب وممنوع من انه يوطي، ما بقاش محتاج يلبس حزام بعد العمليه ويبقى ممنوع من انه يقعد، ما بقاش الكلام ده موجود. بقى المريض بيعمل عمليه أول ما يفهم البنج بيتصرف طبيعي تماما، بيقدر يوطي، بيقدر يقف، بيقدر ينام، بيقدر يعمل كل الأشياء التي كان محروما منها. هنا المنظار دخل أهو من الفتحة الطبيعية الموجودة بين الفقرات، شلنا الغضروف بالكامل. بعد ما بنشيل الغضروف بالكامل بقى هنزرع بقى حاجات، ممكن نزرع دعامة زي كده، ممكن نزرع غضروف صناعي، ممكن نزرع تثبيت للفقرات زي ما احنا شايفين كده بطرق محدودة التدخل. هنا هو مش شلناش عظم، ما أثرناش على التركيب التشريحي للعمود الفقري، وبالتالي المريض ده هيفوق من البنج يقدر يعمل كل حاجة. دايما الناس بتخاف من فكرة الشلل، يعني ده سؤال قديم المفروض كنت بسأله حضرتك في 2006، ما ينفعش أسألك في 2017. الحقيقة يقول لك هروح أعمل عملية على وهتشل، ناس كتير ناس عندها كده. دايما أنا بقول للناس لو أنت ماشي عندك يعني فريق لابس كله أبيض وواحد فيهم لابس فانيلا سودا، هيبقى ده اللي باين. إن الصورة القاتمة تظهر وسط الصورة الناصعة البياض. المجتمع لما بيشوف مريض عمل عملية وتشل ده بيبقى ظاهر أكتر، لكن تعال أنت في الشغل مثلا، أنت دخلت بنك في التلاتة عاملين انزلاقات غضروفية، 2 كويسين وواحد تعبان، هتبص على مين؟ هتبص على التعبان. وبالتالي الناس بتخاف لأنها بتشوف، والناس بتشوف ليه؟ لحاجتين اتنين أو لعدة أسباب، أهمها أن المريض يسكت على نفسه لحد ما يتشل، ما هو خايف ويفضل خايف 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 لحد ما يحصل له شلل. ان المريض يعمل عمليه عند ناس مش مؤهله لهذا او في اماكن غير مؤهله لهذا، طب ما هو ممكن يحصل شلل. ان المريض ده يعمل العمليه بطرق عقيمه وقديمه وطرق يعني خلاص ما بقاش مسموح ان احنا نعمل بالطرق دي. لكن تعالى بقى لما المريض يجي لجراح المخ والاعصاب الشيك جدا اللي عنده في المكان اللي بيشتغل فيه كل الوسائل الحديثة المتقدمة زي الدول المتقدمة، ما هي الدول دي ما بتعملش الكلام ده من فراغ. ما هو مش ممكن جهاز جراحة ملاحي 8 3 4 5 مليون جنيه هيبقى جاي كده من فراغ، لا. ما هو مش ممكن منظار بتغيره مثلا وتجيب حاجات كل 3 شهور هتتساوى بجراح بيشتغل بالطريقة العادية. وبالتالي الحاجات دي كلها بتخدم فكرة واحدة، هي التفاني، الإخلاص، في الإحسان في العمل. والإحسان دايما ربنا بيضع مرتبة المحسنين أعلى من المتقين وأعلى من اللي بيعملوا صالح. الإحسان ده هو قمة التطور في العمل، وربنا يجعلنا من المحسنين. أنت نورتنا وأسعدتنا وشرفنا جدا بهذه الزيارة الرائعة، وتعبناك وعطلناك لكن استفدنا كثيرا جدا من وجودك معنا. طبعا أستاذنا القيمة العلمية الكبيرة والجراح الرائع الأستاذ دكتور يسري حميلي كان ضيفي في الدكتور.
انتبهوا في الكلام اليوم كان مثيرا للغاية، وكل نقاط مهمة جدا، كل نقطة في هذا الابيسود كانت مهمة جدا. خليكوا دايما مع دكتور. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنة انك هتحط 12 زرعة. فتح الفم أثناء النوم يضر بالأسنان جدا وممكن يؤدي إلى التسوس. في إنجلترا يحاكموه، يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر أكنه أقل من أي مريض عادي. مهما كانت حالتك، لا إحنا قادرين إن إحنا نغيرها. وكل تركيزنا إن إحنا ننسى التكنولوجيا شوية ونركز في التصميم، الرسمة. في تخصص نقدر نقول أهم في طب الأسنان؟ علمياً مفيش حاجة اسمها كده. زمان لازم أحط الزرعة واستنى تلتئم في العظم لمدة 6 شهور، دلوقتي خلاص قضينا على النقطة دي. التكنولوجيا تحافظ على المهارة، والمهارة المفروض إنها تحافظ. بالطبع. أنا متهيألي من وجهة نظري ما عداش علينا من خلال 5 سنين 3 شهور ما نزلش فيها جهاز جديد. الأشعة المقطعية لازمة. لو ما عملتش أشعة مقطعية قبل الزراعة أنت بتتعرض لخطر كبير.